بما انه بحكم شغلي بقعد مع كتير تلاميذ جامعه عم بيدرسوا براديو تي في او سينما وبقعد ايام مع دكاتره، في شغله كتير بيقولوها الطلاب انه رحنا في شغله مثلا ما تعلمناها بالجامعه او هيدي ما قالوا لنا عنها. هذا شيء كتير مهم لانه اون سيت مش مثل بالجامعه، بالجامعه بندرس ثيوريز، بندرس كيف تشتغل الكاميرا وكيف ورا الكاميرا ومين الجافر ومين الميوزك كومبوزر ومين هيدا ومين هيدا وشو بيشتغلوا، بس لما نصير اون سيت رحنا بعالم تاني معقول يصير معكم كتير مشاكل وما في سات بعرفها او كنت عم بشتغل فيها الا ما صار معنا مشكلة. بهذا البروغرام حنحكي كتير عن هيدي المواضيع. هلا اليوم اللي حنحكي عنه هو شو هن المراحل اللي بيمرق فيها لنعمل فيلم بروفيشنال او شورت فيلم او حتى ميديا بروجكت. اول مرحلة اللي هي البري برودكشن اللي هي بالنسبة لي اهم مرحلة بيمرق فيها الفيلم، تاني مرحلة هي البرودكشن، ثالث مرحلة هي البوست برودكشن، واخر مرحلتين يلي ما كتير في جامعات بتعلمهم يلي هن الديستريبيوشن والاركايفينج.